محمد الضماطي بفكر فيه لتنمية الموارد، وعنده مسؤولية كبيرة لتنمية الموارد. لازم يكون عندنا نادي أهلي لازم يحقق موارد طيبة الفترة اللي جاية. ده محمد الضماطي اللي أنا شايف إنه يفيد جدا النادي الأهلي الفترة اللي جاية. السيد محمد الضماطي واحد من جنود كتيبة الإخلاص اللي بتقود النادي الأهلي في مرحلة نهضة تاريخية، رياضية عموماً، كروية على وجه الخصوص، وإنشائية غير مسبوقة. حجم تحديات كبير جداً، طبيعي قبله حجم جهد وعمل أكبر جداً، ملفات كتير ودولاب عمل مكدس بأوراق تحمل تفاصيل بكرة. وفي الأهلي ما أدراك ما بكرة، بكرة اللي فيه أحلام وأمنيات متضاعفة، بكرة اللي كل حلم فيه أكبر بكتير قوي من كل أحلام امبارح وأحلام النهاردة. جمهور لا يعترف إلا بالمكسب، لا يرضى إلا بالبطولات، ولا يقبل إلا بالإنجازات. ومجلس عارف وفاهم ومتفهم طبيعة وسيكولوجية جماهير أكبر قلاع الرياضة في الشرق الأوسط بلا منازع. فتفضل المعادلة الأهلوية التاريخية، الأهلي رقم واحد علشان الكل في واحد. لقاء أنا سعيد جدا جدا بيه، وبقالنا كتير جدا ما تقابلناش في اللقاءات، لكن بنتقابل باستمرار لأنه صديق عزيز ومحترم، وحط تحت محترم دي 100,000 خط الحياة. عنده مجلس إدارة ناجح جدا، رجل أعمال ناجح جدا، لكنه هو دايما يوصف نفسه ما زلت مشجع درجة ثالثة للنادي الأهلي. مساء الفل، منورنا ومشرفنا أستاذ ضماطي. مساء الخير يا كابتن شوبير، سعيد إن أنا معاك النهاردة ومنور شاشة الأهلي. أنت اللي منور الدنيا، ربنا يخليك. الدنيا ربنا يخليك. لسه مشجع درجة ثالثة؟ لسه اللي في مجلس الإدارة بروح وقلب مشجع درجة ثالثة؟ طبعا التالتة. وزيادة كمان. وزيادة؟ طبعا. زادت؟ طبعا، لان المسؤوليه زادت، انك انت عضو مجلس اداره بتبقى عندك مسؤوليه زياده عنك انت مشجع كمان. انت بتحس نفسك، مش بتحس نفسك، انت مسؤول عن فرحه الناس وعن حزن الناس. فطبعا لا، الدنيا زادت، وصلت لمراحل يعني صعبه. وانا مشجع بيني وبينك كنت بقول اللي انا عايزه، اقعد بقى في المدرجات، اقعد في البيت اقول زي ما انا عايز، ما حدش ليه حاجه عندي. لكن انا مذيع بقت مشكله. طب انت بقيت قاعد مجلس اداره، مشكله اكبر. تقدر تعبر بقى وتقول بنعبر في الغرف المغلقه، بنتكلم، بس في الاخر انت بتحترم منظومه النادي الاهلي. انت عارف مجلس الاداره مفصول عن الكوره، وده حاجه مؤسسيه بقى لها سنوات طويله، وبحترم جدا ده، وشايف ان ده سبب من نجاح الاهلي. يعني مش سبب من طبعا من اهم اسباب نجاح النادي الاهلي. لان انت لو اعضاء مجلس الاداره ما بيبقاش عندكم كده، صحيح موجودين وما بتسيبوش الفرقه وفي الرحلات وفي البطولات وفي المباريات وفي المناسبات، لكنه مش برضه ساعات بيبقى لكم راي، ساعات بتبقوا عايزين تقولوا حاجه يعني. لا لا خالص، احكي لي القصه بتبقى ماشيه ازاي. لا ما فيش، انت كراجل اهلاوي ما بتتكلمش في الكوره خالص، ما بنتكلمش جوه اوضه مجلس الاداره، ما بنتكلمش في الكوره. ممكن بقى وانت بره مثلا لو على سبيل الدنيا يعني فكه شويه، مثلا تقول حاجه للكابتن بتاعها، حتى بتبقى دايما على سبيل مثلا الدنيا تبقى هاديه وبتاع، ممكن تقول حاجه، تقول راي، لكن مش حاجه منظمه. مجلس اداره النادي الاهلي ما بتتكلمش؟ لا لا، ودي طول عمرها كده، مش حاجه جديده. انا خلي بالك، احنا انتخابات 2017 كانت من 6 سنين، اول يوم اتقدمنا بورق الترشح اتلمينا كلنا في احدى الفنادق، واحنا كنا 6 جداد و6 قدام. اتقلنا من اول يوم ان الكوره في النادي الاهلي مفصوله عن مجلس الاداره خالص. لا، من قبل ما نترشح يعني، بقول من الكابتن خطيب، من الكابتن خطيب واللي كانوا موجودين في الحمله وقتها، من يوم 20 اكتوبر 2017 يوم ما اتقدمنا للترشح. مش ما نجحناش احنا، بس اتقدمنا. ده لسه تقديم. خلي بالكم، لو باذن الله نجحنا الوضع هيبقى 1 2 3. احنا واحنا عارفين ده يعني، بس يعني اتاكد يعني اتاكد. طب بتعبر عن رايك في الكوره ازاي يعني؟ برضو لما تكون عايز مثلا في لا قدر الله اخفاق، خساره ولا حاجه، عايز تتكلم، عايز يعني تعيدوا مجلس اداره يعني. لا لا، مش ما بك مبني يعني، حصلش مواقف حصل فيها حاجه. يمكن انت عارف مره من سنتين دخلت كتبت بوست وعمل عمل مشكله في 2022، كان غلط كبير مني وقتها. غلط؟ طبعا غلط جد. طبعا غلط غلط عشان حاجات كتير يعني. اولا مش تيمه النادي الاهلي، والناس بقى اصطادت في المايه العكره كتير في في الوقت ده، فمش صح يعني. مش صح. وانا بعترف ان انا عامه من النوع لما بغلط. على ايه؟
انا ببقى غلطان بعترف ان غلطان. ايه المشكله؟ وحرام حاسس ان انت غلطت يعني. اي انا على طول اي حاجه على طول. ما حدش انبك ولا حاجه، من نفسك. لا بل... لا ان انا ايه، ان انا انت كتبت يعني لا لا خالص. انا من نوع عامه، انا لما الاهلي بيخسر الدنيا بتسود في ده صحيح تماما يعني في كل حاجه. بعد ماتش السوبر الاخير فلقيته بيكلمني في التليفون، فانا ما اعرفش صوته بس انا عشان مسجل الرقم اهدى بقى، كنت منفعل جدا. لا لا لا، انا اي هزيمه للاهلي بتبقى بالنسبه لي بتقفل الحياه ومشاكل حياتي كلها تضرب في وشي يعني. يعني الاهلي بالنسبه لي زي ما يكون حاجه بتبنج حياتي يعني. يعني شغلك ده كله لا لا الاهلي بالنسبه لي لا لا ده حاجه الاهلي بقول لك زي ما بقول لك الاهلي لما بيحصل حاجه بيفجر بقى كل المشاكل يعني. هو زي بالنسبه لي زي البنج كده بالظبط يعني. اللحظات فوز النادي الاهلي بالنسبه لك قمه السعاده؟ اه طبعا. لكن على المستوى الشخصي اعتقد لحظه فوزك في الانتخابات سواء الاولى او الثانيه، بس الثانيه وان انت تاخد يعني رقم واحد دي اعتقد كانت بالنسبه لك حاجه جميله. اه انبسطت ما اقدرش انكر يعني، مش هكذب اقول ان انا ما كانش. لا لا بالعكس، المجموعه كلها ناجحه، المجموعه كلها ناجحه والانتخابات كانت حلوه والمنافسه كانت اهدى في الانتخابات الثانيه. ولا انبسطت طبعا يعني. بالنسبه لي كان انجاز كبير، دي ثاني انتخابات ليا. خلي بالك انا كنت بعيد عن النادي خالص، انا ما كنتش عضو اصلا في النادي. فبالنسبه لي طبعا ان انا في كام سنه الحمد لله بقى في الوضعيه دي. جيت ازاي عضو مجلس اداره؟ جيت 2009 اتعرفت على كابتن خطيب، حكيت القصه دي كذا مره. اتعرفت عليه زي اي مشجع في يعني. ناس جديده بتتفرج. كان ساكن جنبي في الجيزه. وكان مانويل جوزيه مشي وقتها من تدريب النادي الاهلي في 2009. كانش في سوشيال ميديا وقتها، فكان في اسم مدرب عجبني كان اسمه ايريك جاريتس، مدرب بلجيكي. بلجيكي طبعا. فكان كابتن خطيب بيصلي في الجامع العماره اللي جنبي، فبنصلي في جامع واحد. فخليته خلص صلاه، رحت له قلت له كابتن. اول لقاء بينك وبين الكابتن ما كانش يعرف انا مين، ولا قلت له انا مين حتى. قلت له يا كابتن في اسم مدرب كذا. فانت عارف الكابتن يعني ذوق، فما رضاش يعني يكسفني، فقال لي مين، وتمشى معايا كده لازق في العماره. فقلت له فلان. اول ما قلت له فلان راح واقف. عجبوا الاس، حاسس ان انا بفهم يعني. فقال لي بس ده سامع ان هو بيمضي مع الهلال السعودي وبتاع. قلت له طب في اسماء تانية قريتها لحضرتك؟ قال لي وما اعرفش برضه انا مين. رحت المكتب تاني يوم، حطيت الليسته كده فيها 6 7 مدربين. كان من ضمنهم زيكو، كان كارلوس بيانكي، واسماء يعني موجوده، وحطيتهم في ظرف الكارت بتاعي وديتهم للامن في العماره. عند الكابتن خطيب؟ عند الكابتن خطيب. كان ده السبت، لحد الاثنين الثلاث لقيت نمره غريبه مكلماني. قعدت في اجتماع، قال له انا محمود الخطيب. بدا يكلم معايا والاسماء كويسه، طب تعرف توصل لحد؟ طبعا قلت له انا ما اعرفش اوصل، انا مش ماليش في الحبس يعني بقترح. المهم اتعرفنا على بعض، وبعديها باسبوع اتعرفت على مرتجي، خالد مرتجي، بالصدفه برضو كان في جمعيه عموميه بتاعه اتحاد اليد، وانا كنت في فرح في نفس الفندق. اتعرفنا على بعض، رحت عملت العضويه بعديها بيوم. تاني يوم رحت عملت العضويه. 80,000 جنيه كانت. حد طلبها منك ولا لا؟ لا لا لا، انا من نفسي. انا عندي حلم من وانا صغير ان انا عضو مجلس اداره. وانا والدي اهلاوي متعصب طبعا. العيله كلها، ومنهم يعني عمتي الله يرحمها توفت النهارده. ف عزيز الاستاذ دمطي يعني توفت النهارده، لكنه صمم. وانا يعني ما كنت اجي او ما اجيش، بس عشان هي خاطر، هي اهلاويه جدا الله يرحمها، وكانت بتحب ان انا اطلع، فيعني ربنا يرحمها. فالعيله عندي كلها اهلاويه، وانا عندي الحلم ده. بس هو والدي ما كانش ليه في المشعود، ومالوش مالوش علاقات في النادي يعني. فعملت عضويه لنفسي. حلو. يعني عملت عضويه لنفسي في 2009، و2010 بقى بقيت قريب لمرتجي شويه. وقعدت بعد كده معاه على حاجات لتنميه الموارد، ودخلت عرضتها على كابتن خطيب. 2010 دخلت لجنه تنميه الموارد. كان معانا الحاج جمال الجرحي، كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي. كابتن حسن حمدي رئيس النادي. وتعرفت بقى وقتها جمال الجرحي، كان اللجنه دي كان الحاج جمال الجرحي ومحمد الجرحي، وكان غزاوي، وكان شريف المعلم على ما اتذكر. وكانت مجموعه يا شباب يعني انت والغزاوي ومحمد الجرحي من تنميه الوارد بقيتوا اعضاء مجلس اداره. لا غزاوي كان اوريدي عضو مجلس اداره في الدوره اللي قبليها، اللي هي من 2004 ل 2009. صح. واحنا ثلاثة دلوقتي اعضاء لجنة تنمية الموارد، سبحان الله. انا لسه بفكر فيها دلوقتي. وبعدين 2010 دخلت لجنة تنمية الموارد، بعدين بقى حصل وخلاص بدأت ان انا اتعرف بقى على الناس في النادي. اتعرفت على كابتن حسن طبعا، والعمري الله يرحمه، وكان خالد درندالي، وكان المهندس هشام سعيد. اتعرفت على المجموعة اللي بتروح الماتشات مع خالد مرتجي دايما، بروح معاه المقصورة، لحد ما حصلت احداث بورسعيد في 2012. بعدت خالص. وما كنتش حتى يعني جات لي فتره سنتين ثلاثه كنت بتفرج حتى على كوره. بالجمهور قوي. يعني قعدت سنتين ثلاثه من 2000 يعني، قعدت اتابع لحد بطوله 2012 اللي هي كسبنا فيها الترجي في النهائي. بعدين قطعت بقى 3 4 سنين يعني. بعدين بقى جيت في 2016 بقينا راعي للنادي وقت مهندس محمود طاهر. و2017 بقى لما كابتن خطيب
ابتدى يبقى في كلام ان احتمال يبقى في انتخابات واحتمال نعم. ينزل، كلمني جرحي محمد قال لي انت اسمك مطروح وكلام من ده. فانا كنت بكلم الكابتن يعني بعيد عليه مثلا مره في السنه ولا نعم. حاجه. فكان الكابتن بدا يبقى فيه كلام ان هو نازل وخلاص كانت اللائحه طلعت اللائحه الاسترشاديه دي وقتها نعم. في انتخابات. الكلام ده كان شهر 7. نعم. كلمت كابتن خطيب في التليفون قلت له انا عايز اجاوب مع حضرتك. وقبل ما اروح نزلت عملت لفه كده في النادي كويس نقدر نعمل ايه، الخدمات شكلها ايه، الدنيا شكلها ايه، وشويه افكار كده. وعملت له برزنتيشن ورحت له في اكتوبر في الاكاديميه عنده وقعدت معاه وشرحت له كل حاجه. وهو قال لي بمنتهى الوضوح قال لي انا يعني ما فيش وعد باي حاجه. ووقتها سال لي انت سنك كام سنه، فقلت له انا 34 وهتم 35 في سبتمبر عشان كده الانتخابات في نوفمبر. نعم. فانا لسه مش عارف انزل فوق السن ولا تحت السن، فبس كان وقتها كان الاقرب ان انا هنزل تحت السن. قال لي طب ما فيش وعود باي حاجه ويعني ان شاء الله خير وبتاع. وبعدين عمل بعديها بقى بشهر اعلن ان هو هينزل كابتن. ولمينا كلنا في البيت عنده، مش فاكر انت كنت موجود في القعده دي ولا لا. المجموعه اللي هي كانت 19 او 20 اسم اللي هم كانوا مرشحين ان هم ينزلوا معاه. وبدات الدنيا تمشي والامور وانا بقى ما كانش عندي اي علاقات في النادي صفر يعني. انا ما فيش خالص. انا بقول لك انا هو اشتركت 2009 رحت سنه ولا سنه ونص وقطعت. ما في حدش، ما كنتش اعرف حد خالص. لدرجه كابتن خطيب انا فاكر كلمني يوم قبل اي حاجه كنت شهر 8 قال لي انا عايزك بقى يعني تبدا تنزل النادي ولما تقعد مع حد يعني تقول له انك انت بتفكر تنزل انتخابات مع الكابتن خطيب. قلت له كابتن انا لو دخلت من الباب الرئيسي وطلعت من الناحيه الثانيه مش هسلم على ولا بني ادم. حتى هو ضحك. قلت قال لي طب روح مع جرحي ولا روح. وبدات اعمل كده فعلا لحد بقى ما دخلنا في عيد ميلادي جه 23 سبتمبر فبقيت فوق السن. فكلمت الكابتن قلت له خلاص انا برفع الحرج عنك، انا كانت فرصتي تحت السن اكبر لان ما كانش فيه غير جرحي وسراج، كان مهند لسه بعيد عن الصوره. فانا كنت فاكر ان انا اللي هبقى مع جرحي وسراج. قلت له يا كابتن انا برفع لحضرتك الحرج لان في اسماء كتير بقى في فوق السن. قال لي لا ما فيش حاجه ويعني كمل في اللي انت فيه وبتاع. وبعديها وبدا بقى ناس ومن ضمنهم انت كنت بتكلمني، لا هو مقتنع بيك، لا هو مش عارف صحيح. ايه بتاع صحيح. لحد ما فعلا نص اكتوبر لقيته مكلمني في التليفون. انا فاكر كان 15 كان بقى الانتخابات اتفتح 14/10 او 13/10 كلمني في التليفون بعديها بيومين قال لي حضر فيشو التشبيه والاوراق المطلوبه هنروح نقدم يوم الجمعه. وطبعا ده كان يوم بالنسبه لي تاريخي يعني يوم 20/10/2017 من 7 سنين. ورحله بقى طويله 40 يوم كنت بايت في النادي عشان اعرف اعمل ارضيه واعرف اعمل ناس تعرفني والناس تتحرك. الحمد لله الانتخابات دي طلعت التاني بعد خالد مرتجى. مفاجاه. يعني كنت من الاول كنت بقول لك انا كنت خايف اسقط والناس ما حدش عارفني. ولما كانوا يعملوا اي استطلاع راي كان كان القايمه كنا 6 فوق السن من عندنا و6 من عند قايمه المهندس محمود طاهر. وكان في كابتن منى عبد الكريم مستقل. احنا كنا 13. انا كنت بطلع 13 في الاستطلاعات على طول على طول. 13 12 13 12. كنت محبط جدا. قعدت بقى ادوس 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 لحد ما في الاخر وكابتن لم الناس في الحمله قال لهم انا الوحيد اللي خايف عليه في الاول النمط. مظبوط. وبعدين انا فاكر بقى قبل الانتخابات بيومين ثلاثه حد بقى وكان يقول لهم ما تقولولوش الاستطلاعات عشان ما يحبطش. وبعدين انا فاكر قبل الانتخابات 3 4 ايام حد كلمته، بس طبعا كنت بعرف اتصرف يعني. قال لي انت طالع الثاني بس ما تقولش لحد عشان قبل الانتخابات قبل 3 ايام. قال لي انت طالع الثاني في كل بس انا طمنت الاستطلاعات. وفي الاخر يعني في الاخر بعد اللي انا شفته انا كنت قعدت في البيت كنت هكسب. لا هو كان يعني عايز يحفزك. لا يعني هو كابتن خطيب جر الناس كلها يعني بفكره ده بتاعت على فكره اول من ثاني من ثالث ولا بتفرق في حاجه في النادي في الاخر احنا كلنا واحد ولا حاجه خالص. بس اسم الكابتن خطيب زي ما انت بتقول بيجر اي حد. فما بقول لك لو كنت قعدت في البيت ووفرت المجهود ولا يعني طبعا الحمد لله انا عملت مجهود وعشان اعضاء الجمعيه العموميه وعشان ابقى معروف وعشان ابقى قريب من الناس اكتر، لكن الكابتن في الاخر هو اللي بيجر الناس كلها. خلصنا الحلو. بس خليني قبل ما اطلع لفاصل بس، ليه ساعات البعض يقول انه في الكابتن خطيب احيانا بيزعل من الضماطي؟ الكلام ده صحيح؟ لا لا خالص. ليه؟ بالعكس. لا لا خالص. انا الحمد لله ادواري واضحه يعني للناس حلوة. كلها زي الفل. انا بحب كابتن خطيب يعني بغض النظر عن اي حاجه. اولا انا اهلاوي جدا فانا بحبه كاهلي. وهو عنده الكاريزما انه بيعرف يحتوي اي حد. يعني هو عنده الحته دي. وحتى لو انت زعلان منه اول ما بتشوفه هي دي هو بيعرف يحتوي اي حد. هو عنده الكاريزما بتاع انك انت ممكن تبقى قاعد معاه على الترابيزه وانت متضايق وجواك حاجات كتير وهو يهزر تلاقي نفسك الدنيا تمام. حتى مع الجمهور. نعم. يعني انا بشوف احيانا انا ما انساش مره في عز الازمات
احنا اقبل المجلس ده يعني طبعا المجلس ده والدوره اللي فاتت شفنا سنتين ثلاثه هما في الاول خالص كانوا مرعبين يعني. نعم انا فاكر كويس قوي مره كنا بنفطر في مكان في رمضان وكنت واقف مع واحد صاحبي مش صاحبي قوي يعني واحد معرفه عمال ينتقد المجلس وحرام عليك وانا كنت عايز الخطيب كنت متامل فيه وعمال نقد مرعب في داخل الكابتن خطيب لقيته يقول لي ممكن تصورني معاه فبعدين لما رجع بقول لي انت عبيط انت مش لسه عمال بتنتقد وبتاع قال لي نسيت لما شفته يعني فهي هي اللقطه دي هي اللقطه دي فانا لا بالعكس علاقتي بيه الحمد لله وهو خلي بالك الكابتن بحس معايا ان هو دايما بيحس بان انا بحب الاهلي يعني هو بيحس ان عندي صدق نيه ناحيه النادي مش ان انا واخد الموضوع شو ولا واخده بتاع انا اهلاوي يعني انا ولا يفرق معايا حاجه انا اهلاوي. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا الجميل مع الاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. انجازات النادي الاهلي فهي كتيره وكبيره وما شاء الله يعني عاجبه الناس كلها ما فيش اعتراض على اي حاجه بل بالعكس بنشجعهم يعملوا اكتر وان شاء الله احسن نادي في الجمهوريه كلها وما شاء الله الاداره كلها يعني متفاهمه مع الاعضاء والاعضاء مرتاحين معاهم يعني مجلس اداره لا غبار عليه في شغله هو شايف شغله صح احنا داعمينه في كل قراراته في كل حاجه نتمنى لهم طبعا كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله وفي الخطوات الجديده بالنسبه للاستاد الاهلي بالنسبه للافتتاحات والانشاءات الجديده ان شاء الله. نشوف ان مجلس الاداره ما قصرش ولا بخل على النادي باي حاجه وبيشوف اي طريقه يزود بيها من وضع النادي الاجتماعي والقومي في وسط الانديه وفي وسط العالم كله وده ما يعني ده اللي انا شايفه في خلال الفتره اللي فاتت دي كلها. في انجازات انجازات دي مشهوده لينا كلنا يعني. ما شاء الله والتطور اللي حاصل شيء جميل جدا وكمان في ظل مجلس الإدارة ده في إنجازات حصلت زي مثلا الفرع الحديث اللي اتفتح ده والإنشاءات ده حاجة جميلة جدا حاجة بتسعدنا يعني النادي الأهلي صراحة طور كتير في كل الفروع وأنشأ فرع جديد في التجمع الخامس وطور في فرع الجزيرة وفرع الشيخ زايد كل يوم في حاجات جديدة بتتعمل واحنا كاعضاء يعني مبسوطين من الحاجات كل الحاجات الجديده اللي اتعملت في على كل افرع النادي يعني ما يميز قرارات النادي الاهلي كلها ما فيش قرارات فرديه كلها قرارات بتصدر عن مجلس اداره بالكامل وبتكون كلها قرارات هاديه ومتزنه وملتزمه باداب واخلاقيات النادي الاهلي اداء مجلس اداره الاهلي في الفتره اللي فاتت يعني هو مبهر في ظل الاحداث وعموما هو انجح منظومه رياضيه موجوده في مصر حاليا ده بالارقام يعني مش باي حاجه لو جينا بصينا على البطولات في جميع النشاطات يعني مش كره القدم بس في طفره هائله في الرياضه فما شاء الله عليهم ان شاء الله يستمروا يعني على كده بالتاكيد في حاله رضا من اعضاء النادي الاهلي عن اداء النادي بشكل عام مجلس الاداره بشكل خاص وما حدث يعني خلال السنوات القليله الماضيه انا بس حابب اقول تنويه كان لازم اقوله في البدايه انه الحقيقه الساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره ما بيتكلموش خالص دلوقتي في الاعلام لكن احنا خدنا استثناء بس الاستاذ محمد ضماطي عشان يكون موجود معانا النهارده وبعدين هنقفل لكن فيما بعد ان شاء الله بقى كل الساده الافاضل اعضاء مجلس اداره يشرفونا ويبقوا ضيوف علينا باذن الله ده كمان اللي انا بقوله ده انت حضرتك قلته لي في الفاصل قلت لي لا احنا محتاجين بقى نعمل معسكر محتاجين نقفل قلت لك اللعيبه تعمل معسكر قلت لي لا والاداريين والمدربين وكل الدنيا وجمهور انت حسيتك قلقان لا انا جاي النهارده عشان كده يعني انا السبب الوحيد ان انا طالع النهارده على الهواء ان انا حاسس ان انا عندي مسؤوليه وعلى فكره والله العظيم انا مش منسق اللي انا هقوله ده مع حد ولا ده تعليمات لا يعني انا جاي بالنيه دي لكن لو قلت لحد ان انا هعمل كده او هقول كده والكلام ده كله احنا محتاجين كلنا نقفل على نفسنا 20 يوم عندنا في ال 20 يوم دول بطولتين في منتهى الاهميه السوبر المصري ان شاء الله يوم 20 عندنا ماتش صعب مع سيراميكا طبعًا. الاول وبعدين ربنا كرمنا النهائي سواء مع الزمالك او بيراميدز وعندنا يوم 29 ماتش بتاع العين لازم نقفل على نفسنا ال 20 يوم دول لازم وخلي بالك ان جمهور الاهلي جمهور النادي الاهلي هو جنه جمهوره
يعني كلمه النادي الاهلي هو جنه جمهور. نعم. الجمهور عايز يشوف كل حاجه في النادي الاهلي مظبوط وده حقه. نعم. والجمهور كله اعتى ناس بتنتقدك هم اهلاويه جدا زيهم زي. نعم. محدش عنده اي اجندات. انت النادي الاهلي فعلا ما فيش اي اجندات، انت ما فيش حد مثلا النهارده تقول ده في اداره سابقه بتهاجم ولا بتعمل مش حاجه. لا. انت ما شاء الله المهندس محمود طاهر خرج من من النادي بعد الانتخابات اللي فاتت، الراجل ما هاجمش ولا عمل ولا اي حاجه، بالعكس كان في ظهر النادي، ولما اتسال ولما كنا بنتقطع من الدنيا كلها ما شاركش في اي حاجه. النادي الاهلي دي حاجه محترمه. فالجمهور اللي بيهاجمك النهارده هو اهلاوي زي زيك. اهلاوي زي زيك، وهو بيشوف النادي الاهلي ده حاجه بالنسبه له كبيره جدا، مش عايز يخسر ومش عايز يبقى في مسؤول عنده مشكله، ومش عايز يسمع تصريح غلط من لعيب، ومش عايز يشوف اللعيب سهران في حته، ومش عايز النادي الاهلي بالنسبه له زي ما بقول لك هو جنه مشجعيه. نعم. حرفيا هو عايز كل حاجه تبقى مظبوطه، مش عايز يخسر ماتش، مش عايز يخسر بطوله، وده حقه. محدش فينا يقدر يقول غير كده. فالحاله اللي حاصله دلوقتي انا مضايقاني، ومضايقاني من المسؤولين، يعني من الاول المسؤولين المسؤولين هم مين بس؟ كل إن اي حد النهارده بيتكلم من جوه النادي الاهلي. آه. انا بطلب النهارده ان احنا عندنا 20 يوم معسكر مغلق من يوم 9/10 لحد يوم 29/10. نعم. كلنا من اول مسؤولين، انا يعني هتقولي طب انت ما انت بتتكلم. انا طالع عشان اقول ان احنا عايزين نقفل كلنا، لان اي حد النهارده بيطلع على الهوا هيغلط في كلمه، هيقول حاجه هنا، هيخلي في السوشيال ميديا هيطلع في تساؤلات هنا، فيطلع بكره الصبح تسريبات مش عارف ايه وبتاع. كل من هو منتمي للنادي الاهلي من اول مسؤولين، صحفيين اهلاويه او منتمين للنادي الاهلي اداري، نقفل على نفسنا 20 يوم يا جماعه. 20 يوم نهدي الدنيا كلها. تاني انا بقول هو من الاول عشان الجمهور يقول لك ما حدش يلومنا احنا، ماشي انا مش بقول الجمهور بس، بقول لك قبل الجمهور المسؤولين واللعيبه طبعا، ده نمره واحد، هم دول الادوات بتاعتنا. وكابتن محمد رمضان ان شاء الله عندنا ثقه فيه مع الجهاز ومع المجموعه كلها، يقفلوا على نفسهم وباذن الله يعوضوا الاخفاق اللي حصل في الماتش بتاع السوبر. ايه اللي قلقك؟ لا لان الحاله اللي حاصله انك انت في تنافر، اللي النهارده حد بيطلع يقول انت بتتكلم على اعلام ولا بتتكلم على السوشيال ميديا ولا بتتكلم على مين؟ كله القضيه مش سر. القضيه بتاعت القصه بتاعت قندوسي وامير اتفجرت وعملت مشاكل وعملت مش عارف ايه، والاهلي حقق خلاص، نقفل الملف ده دلوقتي. خلاص تمام، وامير ده غصب عنه طلع ولازم يدافع عن نفسه لان اللي تمام طبيعي. خلصنا خلاص. نعم. دلوقتي نوقف. مفيش حاجه هتحصل في ال 20 يوم دول. احنا تاني كلمه الاهلي فوق الجميع دي يعني تمام. احنا دلوقتي محدش فينا هيروح في حته يعني. وعلى فكره الجمهور على فكره مش بقول كده عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا، فمحدش يقول لنا حاجه. احنا مضغوطين بنكسب، مضغوطين بنخسر. نعم. احنا ما احناش جمهور، احنا رايحين نحتفل بماتش. نعم. سموحه، في ماتش سموحه بالدوري الصعب ده، الجمهور بيتكلم على الصفقات وبيتكلم فاحنا كده كده مضغوطين. بس اللي انا حاسه دلوقتي لا، ان بقى في حاله احنا محتاجين نقفل على نفسنا. مش بس اللعيبه، كل من هو مش عايز حاله جدل يعني، مش عايز دلوقتي، انا عايز 20 يوم احنا ورا. يعني انت نفسك مش هتكتب على السوشيال ميديا خلاص؟ مش ال 20 يوم دول مش هكتب اي حاجه، انا ما بكتبش يعني. انا 20 يوم اتعملت بنوشات هحكي لك عليه. خلاص يا سيدي ولا يا عم، انا غلطان. خلينا نقفل على نفسنا ال 20 يوم دول. أيه. لحد ما نعدي المطبين اللي عندنا، او الفرصتين اللي عندنا، بلاش مطبين، بطولتين مهمين. السوبر المصري وماتش العين ببطوله ب 2 مليون دولار. حرام. انك انت النهارده بطوله اول مره، بطوله اول مره تتعمل، وتبع تنظيم الفيفا، وحاجه في منتهى الشياكه ومنتهى الجمال. نقفل على نفسنا، محدش فينا هيجري، محدش فينا رايح في حته. كلنا يعني اتمنى ان يبقى في مبادره بهاشتاج كده 20 يوم الاهلي فوق الجميع، زي الهاشتاج بتاع اكبر قلعه رياضيه الزمالك حاطينه، احنا نحط هاشتاج عندنا، نقفل على نفسنا ال 20 يوم دول. نركز كلنا. تاني انا بتكلم من اول مسؤولين لحد. تزعلوا انه مثلا يطلع رئيس نادي الزمالك يقول الزمالك اكبر قلعه رياضيه؟ انا هحكي لك القصه عشان اريحك. القصه اللي انت بتقول عليها الجدل. انا اولا انا يعني كابتن حسين لبيب انا بعزه على صعيد الشخصي جدا، وراجل محترم جدا جدا. ماشي. جدا يعني، ومجلس اداره كله يعني، والاهلاويه والزملكاويه في الاخر يعني. كلنا في عائلاتنا في زملكاويه، واصحابنا القريبين، ويعني موضوع انا برضو ما بشوف التنحر الزياده ده. نعم. بقى جديد بسبب السوشيال ميديا بس. نعم. ماشي. انا بعد الماتش بدا يحصل تصريحات كلها فيها بحس فيها مبالغه. فانا جالي التصريح بتاع كابتن حسين مكتوب فيه الزمالك اكبر قلعه رياضيه، واللي يقول غير كده ما بيفهمش، واللي يقول غير كده مش عارف. انا استبعده من الوسط. نعم. فانا عارف ان هو قال الزمالك اكبر قلعه رياضيه، ده من زمان على فكره، وقال كده من زمان، بس انا افتكرت بقيه بتاع التصريح. بقيه التصريح مبالغه،
لان برضو حد بعت لي ناصر منسي قال انا هدفي مش عارف اغلى من هدف قفشه، قلت ماشي وانا افضل من هالاند وليفاندوفسكي، فاكيد قلت ما قالش كده. برضو حد بعت لي حاجه لاحمد كابتن احمد سليمان ان هو مش عارف نصر الزمالك مهم وزي انتصارات اكتوبر، فقلت برضو اكيد هو ما قال الجزء الاولاني بس قلت المبالغات المعتاده يعني. فانا بعد الماتش بتاع اليد كنت بهزر، فدخلت كتبت مش احنا مش عارف اكبر قلعه كره يد في العالم، والول ما فهمش في العاب الصالات على اساس ان انا وما قالش الحته الثانيه، وبعدين عدلتها قلت ايه اضيف حته كمان اللي مش عارف اللي هيقول غير كده ياخد ايقاف دقيقتين. فبعدين بعد شويه لقيت حد بيقول انت ليه بس بتكتب كده، ده هو ده، قلت له هو ايه المشكله، هو ما قالش كده. قال لي لا ده قال، وراح باعت لي الفيديو. بعدين بقى لقيت ان رحت شايل الكلمتين دول، دخلت لقيت بقى الناس كلها واخده ان انا عدلت البوست مش عارف اربع مرات ولا خمس مرات والحق مش عارف ايه، رحت داخل كاتب ان انا يا جماعه والله انا كنت فاكر ان الموضوع متفبرك سكرين شوت، كل واحد كاتب اي حاجه وخلاص، بس رحت شلت البتاع وكتبت الكلمتين دول. طيب اللي عايز يقوله على نفسه اكبر هو مبروك يعني، تمام مبروك 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 عليهم لقب، ونعمل حفله وناخد ورد ونروح نبارك. احنا عايزين بطولات وعايزين القاب، هم نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه ونادي القرن الحقيقي وتمام 100 100 وربنا يوفقهم في الالقاب، وهم جمهور الزمالك بيعرفوا يبسطوا تمام والله يعني، دي حاجه ربنا يبارك لهم، هم اصحابنا وقرايبنا وحبايبنا وكل حاجه. بس احنا عايزين بقى نقفل على نفسنا، طيب اكبر قلعه ولا مش اكبر قلعه، خلينا احنا نركز. طيب احنا انت بتتكلم دلوقتي على عفوا بتتكلم على المسؤولين، عايز تتكلم ايه مع الجمهور يعني، عايز توصل ايه لجمهور النادي؟ خلي بالك جمهور دلوقتي انت بتتكلم في جمهور سوشيال ميديا وبتتكلم في جمهور مدرجات، فانت بتوصل رساله للطرفين. ولا حاجه جمهور انت النهارده الجمهور كان عنده اراء في حاجات معينه وواضح جدا ان في حاله غضب، ودي حاصله قبل ماتش السوبر بتاع الزمالك. كابتن خطيب عمل التعيين بتاع كابتن محمد رمضان مدير رياضي وصلاحيات مدير كوره، واعتقد كابتن محمد رمضان مفيش اي غبار عليه لا من مؤيدين ولا من معارضين، الناس كلها مبسوطه بيه. دي خطوه في الطريق الصح. عجبك قرار تعيين كابتن محمد رمضان؟ وكابتن محمد رمضان طلع واعلن ان لسه في صفقات ولسه في صفقه او اتنين. فخلاص ده اللي كانت مشكله طول الصيف، الصفقات واداره الكوره، اتحلوا المشكلتين دول. اتفجرت بقى 100 مشكله ثانيه بعد الخساره بتاعه السوبر، مش عارف قصه امير وده طلع ايه وده طلع عاد ايه وتسريبات هنا بس كل اللي طالبه ان احنا مش يعني في 2020 لما كنا بالماتش بتاع القضيه احنا كان عندنا مشاكل يعني كنتائج، ما كناش خدنا بطوله افريقيا من 2013 والسنه اللي قبليها كنا خسرانين البطوله والدنيا كانت وحشه، ومع ذلك الجمهور في الفتره اللي قبل الماتش بتاع القضيه ده ولا كان حد بينتقد اي كله في ظهر الاهلي دلوقتي. احنا عندنا مهمه دلوقتي كبيره ومهمه مش سهله، عشان برضو الناس اللي برضو ايه يقول لك احنا نفضل بقى نلعب مين في النهائي بيراميدز ولا الزمالك؟ لا يا حبيبي انت عندك ماتش الاول، عندك ماتش وماتش مهم، ده انت كسبان سيراميكا السنه اللي فاتت في نفس البطوله بجون في اخر ثانيه جون في نفسه، يعني ما عندك ماتش في منتهى الصعوبه برضو نفس النبره بعض الناس اللي هو لاعب مين؟ لا ناخد نلعب الزمالك ولا يعني نخلص الاول اللي علينا، نشتغل بس بالراحه. كل المطلوب دلوقتي من كل الناس، كل من هو منتمي لمنظومه النادي الاهلي من اول المسؤولين اللي فيه لحد الجمهور، نقف في ظهر الاهلي لحد ما نخلص ال 20 يوم اللي فاضلين لو سمحتوا. طيب اتكلمت على موضوع ازمه امير توفيق والقندوسي والحدوته، هل شايف النادي الاهلي عالجها بالاسلوب الامثل؟ ايوه طبعا، عملت الناس كلها قال لك مش هيعملوا حاجه، وعملنا تحقيق خلاص، اسرع تحقيق حصل، اسرع تحقيق حصل وخلاص، لسه مستنيين الانضباط في الحاجات الاخيره خلاص، وخلصنا على كده في الوقت الحالي. ايه لازمه بقى نطلع ولا اصل ده كلام مش مظبوط واصل التحقيقات مش عارف ايه دي؟ احنا يعني جزء من خصوصيه النادي الاهلي او من مميزات النادي الاهلي عنده خصوصيه، خلاص احنا بنقفل على نفسنا، لو في مشكله هنحلها بالطريقه اللي احنا شايفينها، ولو مفيش مشكله برضه هنقول مفيش مشكله خلاص، بس ده مش ده الاولويه دلوقتي. الاولويه دلوقتي ان احنا نقفل على الفرقه، الاولويه ال 20 يوم دول عشان ما حدش يقول لي مثلا الاولويه ده للسنه، الاولويه ال 20 يوم دول عندنا ماتشين. هو النادي الاهلي بقوته وسيطرته على اداراته ولاعيبته مش قادر يقفل 20 يوم يا استاذ؟ لا الجمهور دلوقتي مش انت النهارده اتفتح عندك ملفات معينه ومع الخساره بتاعه السوبر بتاثر فيكوا قوي كده السوشيال ميديا؟ مش بتاثر، مش موضوع مش السوشيال ميديا بس، السوشيال ميديا وشارع وجمهور، ايه السوشيال ميديا كله زعلان ولحد النهارده مش زعلان من الخساره بتاعه السوبر، ما كله زعلان، ومين قال لك ان هي سوشيال ميديا؟ يعني السوشيال ميديا دي عشان هي اللي فيها الحركه وفيها المتابعه والمشاهدات وكلام، الناس كلها زعلان، انت بتنزل النهارده تقابل اي حد في الشارع الناس زعلان، الناس ما بتقبلش الاهلي يخسر. شكرا. طب انت مالكش في يعني او مالكوش كمجلس اداره غير
كابتن خطيب مشرف، كابتن حسام غالي موجود معاه، ولجنة الكرة اللي كانت موجودة ثم لجنة التخطيط ملكوش في القرارات الكروية، لكنه قرار مثلا زي شركة الكرة كابتن عادل القيعي، وأعلن على الهواء بالأمس استقالتي من شركة الكرة. هل شايف أنه دي خطوة على الطريق بقى تجديد الدماء، وهو نفسه قال امبارح هذا الامر طبعًا. يعني ولا شايف انه ده ممكن يكون بيعكس بعض المشاكل اللي حصلت؟ لا ما فيش مشاكل خالص، كابتن عادل القيعي ده واحد من رموز النادي الاهلي يعني ما فيش اي اختلاف عليه، والراجل اللي هو زي ما قال امبارح ان الراجل كان معتزل كل حاجه واعلن اعتزاله من كنا بنكرمه في النادي من ثلاث سنين حصل. والكابتن جابه في فتره معينه قال له انا محتاجك لفتره معينه، قال له ما اقدرش اتاخر، فلا تعكس مشاكل ولا تعكس اي حاجه خالص، الراجل موجود وموجود في القناه يعني ما فيش اي حاجه. حاسس ان الامور دي طبيعيه؟ لا لا دي طبيعيه خالص، ما انا بقول عشان بقول لك انت النهارده بس المشكله الناس بقت بتقول كل حاجه. الناس بقت بتقول كل حاجه، في حاجات يعني تستاهل انك انت ممكن يبقى فيها كلام، ولكن في حاجات تانية مش بتاخد اكبر من مجراها. وتاني مش وقته. لسه في سخونه اكتر في الحوار مع استاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي منورنا النهارده، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، بجد ترحيب بضيف اللي منورني الاستاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. بعض بيقول لي استاذ محمد ضماطي رجل اعمال كبير وعظيم وبسم الله ما شاء الله والدنيا حلوه ونغمتها حلوه، اكبر رجل اعمال في مصر، اكبر رجل اعمال في مصر. تحب تقلك اكبر؟ بهزر طبعا. لا لا, لا طبعا من كبار رجال. لا ولا كبار ولا بتاع، بهزر يعني رجل بمناسبه الهاشتاج. طيب قالك الاهلي في ازمه والمفروض بحضرتك يعني استاذ محمد الجرحي يعني رجال الاعمال كبار رجال الاعمال يعني تقفوا جنب النادي، هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ طيب بغض النظر عن قصه الازمه ومش الازمه، احنا ما بنقولش ان احنا في ازمه، لكن احنا بنقول ان البلد توفير الدولار فيها ما بقاش بالسهوله بتاعت الاول. احنا الدنيا طبعا زي ما انت شفت قبل شهر مارس والتعويم اللي حصل كان الدولار كان وصل لارقام رهيبه، البنوك ما بتوفرش دولار الا للسلع الاساسيه الاكل والدواء والكلام ده كله، ربنا يكون في عون الدوله في الظروف طبعًا اللي موجوده طبعًا. فاحنا النادي الاهلي التزاماتنا في الشهر لسه حتى مرتجي كان معاك اول امبارح على الهواء مليون و400 الف دولار في الشهر مرتبات واللعيبه والمدربين والكلام ده كله، في 12 شهر بكام؟ 16 مليون و800 انت 16 مليون و800 الف دولار في السنه تقريبا. انت مداخلك الدولاريه كام؟ لو كملت 7 مليون يبقى هاي يعني بتاخد بطولة افريقيا لو ربنا كرمك بيها 4 2 لو خدت برونزية من 6 ل 8. انا بقول لك لو طيب كملت يبقى هاي يعني. الفرق ده انت بتجيبه منين؟ بني ما انت بقى دي افكار غير تقليديه، ما انتوش لازم النهارده عشان رجل اعمال او احنا مجلس اداره ان احنا انتوا فشل وانتوا احنا النهارده دورنا ايه؟ انك انت بتجيب لعيبه محترفين مدربين، عندك ثلاث مدربين في ثلاث العاب صالات بتوعك على اعلى مستوى، تجيب محترفين في كل الالعاب، تدفع في مواعيدك، ما عندكش قضايا، ما عندكش مشاكل، ما عندكش أي مشاكل قيد، ما عندكش اي الحاجات دي كلها، بتدفع في مواعيدك في كل حاجه. ده دورنا كمجلس اداره. بتدبر الكلام ده؟ بتدبر الكلام ده. احنا ما احناش في ازمه، لكن بنعمل مجهود، نبتكر في تنميه الموارد، نبتكر في حلول لمشاكل الدولار، لكن مش لازم نطلع نقول احنا عملنا. ده الاهلي، انك انت بتبقى قافل على نفسك ما تقولش انا عملت ايه. انت بتقفل على نفسك، بتفكر في افكار، بتعمل اي حاجه، وفي الاخر النتيجه النهائيه بتوصل لكذا. في حاجات ممكن تبقى خارج عن حدود ال بتاخروا احيانا المرتبات بتاعت المدربين الاجانب. لا 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 خالص، ما كان ما حدش حد يسكت ولا حد بيسكت. اي حد النهارده هيتاخر له حاجه تماما 100%. وكل المدربين كل مدربين كل الالعاب، وعندك خمس محترفين، فولي وهاند بول وباسكت، الثلاثه اجانب، وعندك كره، كان عندك كره ماء كمان، وعندك كره ماء، وعندك بس هي حاجات صغيره يعني كره الماء، وعندنا خبيره في الجمباز ده، دي حاجات لاعبات اجانب ولاعبات اجانب في كل الالعاب ما عدا يمكن اليد ما عندناش، بس يعني كنا بنجيب لا في اليد اللي بنلعب في بطوله افريقيا بندعم في السيدات. انت ما شاء الله انت المدرب اليد اللي كان معاك في البرنامج في اول يوم ده من افضل المدربين في العالم. طبعا من افضل المدربين في العالم. وجوستي ومدرب مدرب الفولي الاسباني. لا عندك عندك ثلاث مدربين، وكان عندك قبل كده ديفيدز. لكن بتؤكد انه الاهلي ملتزم تماما، ملتزمين تماما مع كل لاعب وكل حاجه، وبنعمل كل اللي علينا عشان يبقى شكلنا كويس، وعشان ما يبقى ما حصلناش مشاكل، وعشان الكلام ده كله. هسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. بعد رحيل العزيز الغالي حبيب الجميع العمري فاروق الله يرحمه، خلى منصب النائب، عندك جمعيه عموميه قريب، في اكتر من اتجاه داخل النادي الاهلي،
اقول لك الثلاث اتجاهات ولا حضرتك تقول لي وتقول لي بتأيد اي اتجاه فيهم؟ احنا الثلاث اتجاهات انك انت تعمل انتخابات على طب انت لازم تعمل انتخابات تمام نظريا تدعو الانتخابات قصدي نعم. فلازم تدعو الانتخابات في الجمعيه العموميه اللي جايه نعم لمنصب النائب فالكلام بقى كله متاح ومفتوح دلوقتي والافضل لينا كمجلس ان احنا نكمل زي ما احنا يعني فاضل نكمل زي ما احنا فاضل سنه ده كلامكم كاعضاء مجلس اداره فاضل سنه يعني وكنوع من انواع التكريم لاسم العمري فاروق نوع من انواع التكريم بس الاكثر يعني الاكثر من كده استقرار. استقرار خلاص فاضل سنه على الانتخابات اللي هي اللي جايه اللي هي الكبيره فشايفينها منطقيه اكثر انك انت في بعض خلي بالك برضو ممكن تفكر فيها احيانا تقول لا طب ماشي لو في تفكير ان مرتجي يبقى نائب وحد يبقى يعني ممكن يبقى امين صندوق وحد يبقى فركشه في المجلس كله ممكن تشوفها فركشه ممكن تشوفها طب ما انت كده تبقى وفرت ثلاث اماكن من الانتخابات اللي جايه هتبقى دخلت ناس خلاص حطت رجليها وعلى فكره احيانا بفكر ان ده يبقى انسب واحيانا بفكر ان ده بعدين لما جيت بقى فكرت فيها لا هو دلوقتي يعني يمكن انا لو كنت كلمتني من 10 ايام كنت ممكن اقول لك راي مخالف لكن لا انا رايي دلوقتي الاصح اللي لسه كنت بقول عايزين نقفل على نفسنا في كل حاجه بما فيهم الانتخابات خلاص الانتخابات بما فيهم الانتخابات دلوقتي مفيش قلق انه هو العدد اظن 5000 مش كده ف 5000 ممكن يجوا ممكن يجوا كل الاحتمالات متاحه والملف دلوقتي في ايد الكابتن وقعد معانا كلنا اتكلم معانا في قعدات يعني وديه مش في المجلس وكلنا قلنا ارائنا وبالتالي كلنا مقربين للقرار زي ما بقول لك القرار ده بس لازم تبقى متحسن ما هو طبعا كل بقى التحسب والاسماء اللي ممكن تبقى معاك والكلام ده كله ده الكابتن بيدرسه لكن بقول لك انت كله جاي عندك للاسف كله ضغط ورا بعض ضغط ورا بعض بتحلم في يوم تبقى نائب رئيس النادي او رئيس النادي مش في متطلع يعني مش في تطلعي دلوقتي يعني انا مبسوط بالمكان اللي انا فيه ما مش هقول لك ان انا لا يعني انا مبسوط ان انا موجود بمثل النادي الاهلي شرف يعني لاي حد ان هو اسمه يقترن بنادي الاهلي لكن مش أكيد. مش في انا مش من النوع اللي عندي يعني خد السب السب يعني بتعاني من اتهامات احيانا في حد بيتهمك بعض الاتهامات انك مثلا متهور شويه على السوشيال ميديا انه ده بيسبب احيانا آخر بعض تهور المشاكل ليك او للنادي لا لا اخر تهور عملته هو كان بتاع 22 لا الحاجات التانية دي مش تهور يعني مش شايف انها امور لا لا ده مش ده ما فيهوش حاجه يعني لكن المشكله الحقيقيه اللي قلت لك عليها بتاعت 2022 وبينت لي حاجات كتير يعني بينت لي وقتها ان لا يعني النادي يعني انا فاكر تاني يعني بحكي في البوست ده المره التانية يعني التانيه ولا التالته كمان انا كنت فعلا مضغوط قوي وقتها ولما كتبت البوست ده كنت سخن وكنت متضايق وكنت لو تتخيل كان هقول القصه ما عمري في حياتي ما حكيتها يعني انا تاني يوم او يعني كان كام ده يوم خميس والاحداث بدات بقى تتصاعد وتكهنات بقى زي ما انت عايز بقى يعني قول زي ما انت عايز ممكن تفكر الناس قلت ايه مش عارف قلت وقتها ان انا بعتذر للناس عن الخساره وان انا مش عاجبني الموضوع مش حاجه كده يعني والدنيا بقى اتقلبت ما عادتش اللي فوقني قوي وقتها ان بدا يجي لي بقى ايه ناس طبعا ما اقدرش اذكر اسماء تعالى عندنا في القناه وهنفرد لك المساحه اللي انت عايزها وكذا قناه وهتبقى ترند ونشغل السوشيال ميديا حسيت نفسي ايه الهبل اللي انا بقى ايه ده ايه ترند ايه ونيله ايه وانا مش عارف اصلا انا لا عايز ابقى ترند ولا عايز ابقى مش قصدك حاجه اصلا حسيت يعني. نفسي اساسا ان انا لا انا اتضايقت حسيت نفسي ان انا هبقى شوكه في ظهر النادي يعني فوقت بسرعه يعني وانا مش عايز ابقى شوكه في ظهر النادي ومش عايز ابقى شوكه في ظهر الكابتن يعني في الاخر هو الراجل هو اللي اختارني واداني فرصتي يعني فزعلت قوي من نفسي انا فاكر والله يرحمه بقى كلمت العمري محدش يعرف القصه دي وكان ده كان الخميس البوست ده مثلا كلمت العمري الحد او الاثنين قلت له عايز اقعد معاك رحت قعدنا في اوتيل سفير اللي هو اللي في الدقي ده انا وهو لوحدنا قلت له بص انا عايز الم مش عارف ازاي بس انا عايز الم قال لي بص الدنيا كابتن شايط وبتاع الدنيا مولعه بس انا ايه يعني واحده واحده هو كان هادي كان دبلوماسي لا لا جدا لا كنت تلجا له في اي حاجه نعم المهم يعني عدى بقى اللي ايه يعني انت بقى لا تكتب حاجه ولا تظهر في حاجه ولا مش عارف ايه ولما اي حاجه ما تكلمش حد ما تردش على حد مش عارف ايه بتاع قلت له انا معاك يعني انا هلتزم باي حاجه عشان بس اعرف الم القصه بعديها كان باسبوع تقريبا ولا 8 ايام كان في اجتماع مجلس اداره لقيته هو قبليها بساعتين كده كلمني قال لي تعالى لي العمري قال لي تعالى لي النادي بدري شويه قال لي انت هتكتب اعتذار مكتوب عشان يبقى يعني في سجلات النادي ولو انت عايز تقول حاجه
قول يعني اتكلم من قلبك يعني بس وكتبت هو كان هو اللي قال لي اكتب ايه يعني هو قال لي الصيغه وكل حاجه انا مضيت يعني ودخلت في الجلسه وطبعا طبعا كان اول بقى جلسه بعد المشكله دي اول مره تقابل الكابتن وكان اول مره كان قابل الكابتن بعد الازمه وكان متضايق بقى طبعا جدا وكان ضغط بقى عليه اصلا طبعاً. رهيب لان كانت الدنيا بايظه خالص وانا بقى كنت متضايق ان انا حطيت ضغط اكتر على الضغط أيه. ومش بس عليه هو كمان على بقيه المجلس يعني بس اداني بقى الكلمه استفضت جامد جدا في الكلام وفي الاعتذار وبتاع لدرجه ان هو يعني ما اول ما خلصت كلامي انا مش عايز حد يتكلم في الموضوع تاني خلص القصه قفله بعد ما خلصت كلامي خلاص القصه اتقفلت وقدمت الاعتذار مكتوب واتحط في الملف بتاع الجلسه وشكرا بس ده قمه الاحترام على فكره لا ما انا لما بغلط على فكره اصل انا هو يعني في ثقافه عند ناس كتير قوي انهم ما بيحبوش يعترفوا بالغلط انا ما بالعكس لما بغلطان واقول انا غلطان انا برتاح يعني اصلا ما تظهرش ما تكرار يعني برتاح يعني انا برتاح لما اقول انا غلطان لا وقمه احترام وبريح اللي قدامي انا بحس ان اللي قدامي كان بيرتاح يعني قمه احترام كمان ان انتوا كنادي اهلي تعاملتوا بهذا الرقي في ازمه يعني ممكن عند ناس في ناس مش بتكتب تصريح ولا لا 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 انا الناس بتكتب كلمتين زي ما بقول لك انا لما الناس كمان حسيت بص حاجه شبه اللي زي ما بقول لك بس طبعا على نطاق اهدى يعني دلوقتي لان انا في الاخر عضو مجلس اداره برضه بس هي فكره النهارده ماده خصبه بقى تعالى محمد الضماطي وده بيعمل كذا وده بيرمي على كذا وده عايز فقلت بقى ايه وقال لك تعالى وترند وترند يا جماعه ناس كانت خايفه قوي على العاب الصالات في النادي الاهلي وخسائر بالجمله ثم فجاه تحولت هذه الخسائر الى بطولات الاهلي كان في الفولي مضمون في سنه خسر البطولتين كانت غريبه جدا ثم عاد الانصار سنتين احنا سنتين وكانت غريبه خدنا يعني سنه افريقيا وخسرنا دوري كاس مرتين وبتعود الامجاد وانا حتى من كام يوم اشدت بالصفحات يعني وكان يمكن ساعات بيقرصوا شويه لا بس الصفحات على الامانه لازم نقول لينا ولا علينا الصفحات دي عملت اهتمام كبير جدا لالعاب الصالات وعلى قد ما زي ما انت بتقول ما النقد بيبقى لازع احيانا بس هم لا ساعات بيمسكوني انا بس هم فعلا بيحبوا النادي لا هم بيشتغلوا تاني النادي الاهلي الجمهور ما عندوش اي ضغينه هو بيحبوا النادي ما حدش عنده اجنده بس احيانا بيبقوا منفعلين ما فيش حاجه ما فيش حاجه موجوده بقول ان يكون مرغوب يعني اللي حصل النقله اللي حصلت في العاب الصالات حصلت ازاي لا انت على فكره احنا هي المشكله خالد العوضي كان ليه دور طبعا خالد العوضي طبعا حاجه جميله بس بنتكلم على ومن ومن كابتن النادي كل واحد حقه يا كابتن برضه اشتغل ويعني اوجستي اللي جابه كابتن روف ربنا يمسيه بالخير يعني والعوضي دخل كمل وعوضي ما شاء الله مجهوده سنه بيتحرك وبيعمل احنا كانت مشكله العاب الصالات انا كده دايما كنت ايه تبقى ماشي في لعبه كويس وتقع في لعبه ثانيه يعني كنا بدانا الدوره الطايره كانت بتاخد كل حاجه والباسكت كانت هي اللي فيها مشكله بدانا نبني في الباسكت الطايره راحت وقع الحمد لله بقى لنا سنتين الامور افضل في جميع الاتجاهات السنه اللي فاتت احنا واخدين كل حاجه يعني ما عدا الباسكت رجعنا تاني في الباسكت خد لك كل حاجه اللي واخد كل حاجه السنتين اللي قبليها يعني خدنا كل حاجه سنتين قبليهم بما فيهم بطوله افريقيا صحيح. فبنحاول ان احنا بندعم بشكل كبير جدا الجمهور انا ما بحبش اخسر حاجه وانا واحد من الجمهور يعني انا النهارده ما بحبش اخسر في ماتش ناشئين حتى فالحمد لله عاملين فيها شغل كويس واخدين عدد بطولات السنه اللي فاتت 22 او 23 بطوله العاب صالات وده رقم اعلى من السنه اللي قبليها اللي كانت يعني اقل منها ببطوله بس هسالك سؤال تجاوبني بصراحه هو انت لوبي انت وسراج والجرحي؟ لوبي كاصحاب بس مش اكتر لا طب ليه مهند مش معاك؟ لا مهند معانا وانا علاقتنا كلها كويسه زي الفل حسام غالي مش معاك كلنا علاقتنا زي الفل بس يمكن انا ومهند وسراج وجرح عشان احنا مع بعض من الدوره الاولانيه مهند معاكوا يعني؟ احنا الاربعه لان احنا بقول لك احنا تاني ال- 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 المجلس فعلا ومش بقول كده على الهواء احنا بجد اخوات واصحاب ومش مش بقول كده مجامله واصحاب بجد وبنخرج مع بعض بره المجلس بس ممكن تلاقي عشان مثلا انا وسراج وجرحي ومهند عشان من الدوره اللي فاتت واللي شاف الدوره اللي فاتت دي شاف العجب احنا الدوره اللي فاتت دي شفنا فيها كل حاجه فبيبقى عندنا احنا شفنا في الدوره اللي فاتت ايه زي ايه؟ لا زي ايه؟ خدنا يعني ثلاث سنين الاولانيين ولا سنتين ونص لحد ما حققنا بطوله افريقيا بتاعت القضيه دي شفنا فيها كل حاجه اللي هي الدوره الاولانيه لا الثانيه دي على قد كل ده رحمه حلوه رحمه فيها مطبات برضو مفيش حته مفيهاش مطبات يا جماعه التانية زي ما بقول لك النادي الاهلي جنه مشجعيه هم الناس مش عايزه تشوف الاهلي غير الجنه ما حدش شايف غير كده فانت النهارده لازم تبقى فاهم ان مفيش فرقه في العالم يعني هقول لك على حاجه مين انجح فريق في العالم ريال مدريد حلو قوي ريال مدريد اخر 15 سنه محليا واخد 4 دوري تقريبا
لا اوعى تقول الكلام ده لجمهور الاهلي. بالظبط ما ده اللي بقوله لك. اوعى تقول الكلام ده. ريال مدريد النهارده خسرت في اخر 15 سنه 3 دوري. ريال مدريد عشان كده بقول لك النادي الاهلي عقليه جمهور النادي الاهلي مختلفه عن اي عقليه جمهور في العالم. نعم. عقليه ما بتعرفش حاجه اسمها كفايه. نعم. ما عندهم ما يخسروش بطوله لا سوبر ولا كاس ولا بتاع اي بطوله تلعب فيها تكسب. ريال مدريد النهارده بيصنف انجح نادي في العالم. بيريز النهارده بيصنف انجح رئيس نادي في العالم. بطوله اوروبا عشان الشامبيونز ليج. نعم. لكن النهارده محليا برشلونه من ساعه ما ميسي ظهر في 2008 2009 لحد السنه اللي فاتت برشلونه ولا ريال مدريد؟ لا انا الاهلي. انا الاهلي. انا الاهلي ولا بشجع برشلونه ولا انا ولا لا ولا بيفرق معايا حد. كفايه عليا الضغط بتاع الاهلي اقعد اشجع حد تاني. النادي الاهلي هو ولا الهوى ريال مدريد ما بتشجعش فرق اوروبيه خالص زيرو. لا انا مدريدي. لا لا ولا الهوى ولا احزن على حد ولا اتحمس لحد. اتفرج انا اتفرج على كوره بره واحضر ماتشات بره لكن ما بشجعش. دايما في بيسموها كده نوش ما بين الاهلي وما بين التحكيم. الحكام مش زي ناس تانية طبعا لكنه حصل طلبت حكام اجانب حصل انك اصدرت بيانات وبعدين الاهلي كان هيطلب حكام اجانب وبعدين عملت مبادره طيبه جدا 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 انه هندي الثقه من البدايه اهو يا جماعه للتحكيم من مباراه السوبر عشان تعرفوا ان الاهلي بيساند. هل الاهلي احيانا بيزودها شويه في موضوع التحكيم؟ لا خالص. انت في فترات كان عندك مشاكل تحكيميه كبيره. الموسم كان 2000 و اللي خسرناه اول واحد اللي هو 2021 نعم اللي هو كان في موسيماني. لا انت فقدت نقط كتير جدا 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 باخطاء تحكيميه غريبه وكان في فار فكانت لا كان في حاجه مش طبيعيه. الموسم اللي بعده برده كان نفس الحكايه الاخطاء بدات تتحسن وبعدين الدنيا بتتحسن شويه وترجع تاني تتحسن شويه وترجع تاني. فلا انت عندك مشكله في المنظومه كلها بشكل عام. علاقتك باتحاد الكره شكلها عامله ازاي؟ يعني موضوع الانضباط موضوع التسريب انه عقوبات على خالد مرتجي وعلى سراج وعلى الجرحي وبعدين وقفوها تاني موضوع تأجيل إعلان العقوبات لبعض الأطراف الأخرى. اتحاد الكرة مشكلته بتحس إن أحيانا في توازنات بتحصل دي بس المشكلة وهما برضه محطوطين تحت ضغط. الزمالك بيضغط والأهلي بيضغط وبيراميدز أحيانا بيضغط وده مش عارف إيه وده هما المنظومة كلها محطوطة تحت ضغط أحيانا بتحس إنهم مش عارفين يتصرفوا. نعم. وبرضه الأدوار المتشابكة مع الرابطة ومع الدنيا محتاجة توضح أكتر من كده. يعني محتاجة إن هي توضح أكتر من كده ويبقى في احساس عام ان في حياديه اكتر من كده مش بنحاول نراضي هنا ونراضي هنا ونراضي هنا. يعني الفروع الجديده بتاعت الاهلي شايف انها نجحت انها زودت الدخل بتاع النادي وهل عندكم تارجت تعملوه الفتره اللي جايه للعضويات لانه اعتقد انه اللي بيلحق دلوقتي يعمل عضويه في النادي الاهلي يا بخته. عندنا شغل انشائي اتعمل يعني. عندنا شغل انشائي اتعمل كويس قوي في الست سبع سنين اللي فاتوا قوي يعني. مدينه نصر اتعمل فيها شغل في الاول كويس قوي قوي. الجزيره طبعا الفرع صغير فعملنا شويه حاجات صاله الجمباز وعملنا صاله كاراتيه جددناها وعملنا صاله الكاراتيه اللي موجوده وجددنا المدرج القديم. طبعا فرع زايد عملنا فيه شغل كويس قرب يخلص حوالي 70% والجيم قرب يخلص بس طبعا عضويات كتير الدنيا بقت زحمه الناس طالبه شغل اسرع. فرع التجمع يعني خدنا الارض من مهندس محمود طاهر اللي كان حط حجر الاساس واحنا كملنا فاحنا الفرع عمل بوم كويس اول ما فتح وفرع حلو يعني فرع حلو شيك يعني. الشيخ زايد عامل شغل حلو والشيخ زايد هم الاجدى دايما بيبقى احلى يعني. فان شاء الله عندنا خطه للتوسع في فروع اخرى وبنزود العضويات على حسب ما احنا بنفتح الانشاءات الجديده عشان الناس تلاقي حته بس تقعد. لا بس يعني. ما شاء الله في انشاءات كتيره في الشيخ زايد. الشيخ زايد شغال انشاءات على قدم وساق يعني. تاثير رحيل العمري فاروق عن مجلس اداره النادي الاهلي. ابقى كداب لو قلت لك ان غياب حد زي العمري ما يبقاش مؤثر والا يبقى انت ما بتعرفش تختار رجالتك يعني. انا دايما ضد المبدا بتاع ان يعني المنظومه القويه مهما كانت قويه بتحتاج ناس اكفاء يدروها والعمري كان الله يرحمه شخصيه فريده من نوعها الحماس والشغف والتفاصيل والحب للنادي يعني والهدوء والحكمه. والعمري ما كانش ناس يمكن بتربط العمري شويه بالعاب الصالات والعمري كان العاب صالات وكوره واعضاء وشغل جوه النادي ومشاكل يعني كل حاجه انشاءات اي حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي العمري كان بيتدخل فيها وبيحبها بشغف
كان عنده الله يرحمه شغف رهيب، فطبيعي جدا لما يرحل النهارده ان يبقى في تاثير لفتره، لكن المنظومه القويه بتخلق كوادر تخش تكمل. صحيح. لكن طبيعي جدا ان تيجي نروح لاسئله السوشيال ميديا نشوف الناس بعت لك ايه. يلا بينا يا جماعه على اسئله السوشيال ميديا مع استاذ محمد ضمطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اولا تحياتي، ده احمد، اود ان اطمن وافرح بالبدء في مشروع استاد النادي الاهلي، فما هي اخر الاخبار في المشروع ومتى سيتم الاعلان الرسمي عن ذلك؟ اخر الاخبار كان دكتور سعد شربي طلع معاك امبارح واول امبارح وخلاص، يعني في شركه باذن الله المسمى بتاع الاستاد والشركه بتاعت الانشاءات، وان شاء الله اقرب وقت بس ان تاني نعدي الفترة اللي احنا فيها دي ونعلم. انت خلاص تبنيت هاشتاج 20 يوم الاهلي فوق الجميع. ماشي، ده الهاشتاج اللي اخترحه الاستاذ محمد الضماطي. وائل ترجى، صح كده؟ السلام عليكم ورحمة الله استاذ ضماطي المحترم مع حارس الاهلي المحترم، محتاجين نشوف حصريات قريبا على قناة رقم 1 قناة الاهلي، وليه ما ناخدش السوبر المصري ومباراه العيد؟ والله انا سعيد باللي بيحصل في قناه الاهلي، ويعني وجودك معانا باذن الله فارق، وشركه روزنامه هشام جمال جميل، واحده الدنيا تبدا تتحرك، وناخد بعد كده بقى حصريات وناخد شغل واحده يا رب. ان شاء الله. رندا، مساء الخير كابتن شوبير، منور دايما ومتالق كالعاده وخصوصا في قناه الاهلي، تحياتي لضيفك الكريم. وسؤالي، فين دور رجال الاعمال الاهلاويه من توفير الدولار لانهاء صفقات الاهلي الخارجيه، خصوصا بعد ما عرفنا صعوبه توفير الدولار؟ انا اتكلمت في الموضوع ده بشكل عام، يعني ان قلت الفجوه الدولاريه احنا مغطيينها كمجلس اداره، مش عايز احنا مش مجلس اداره كمجموعه واحده، مش عايز اقول ان رجال اعمال مجموعه بقى رجال الاعمال ومجموعه اللعيبه ومجموعه الكلام ده كله، فاحنا بنسد الفجوات اللي موجوده ولكن داخل قدرات النادي. خلي بالك برضو من نقطه عايز اقولها، يعني اتفضل، انت النهارده مش من مصلحتك قوي انك انت تخش تجيب مثلا لعيب ب 5 مليون دولار تاخده هديه من اي حد، وبياخد في السنه 3 4 مليون دولار، لانه لو الحد ده بكره الصبح مشي انت مش هتعرف توفر الكلام ده للعيب ده. صحيح. فانت لازم في الاخر برضو يبقى عندك الاسد، يبقى عندك المقدره دي، لو الراجل ده مش موجود تقدر تدبرها. واحنا شفنا امثله تانية حصلت في انديه تانية ان كان في مشاكل في المرتبات اللي كانت بتدفع والكلام ده كله فتره من الفترات، مش عايزين نخش فيها. رندا، مساء الخير. لا خلاص، دي رندا. دكتور اكرم، تحياتي. لماذا البطء في القرارات؟ لماذا نكرر اسلوب البيانات في التعامل مع الاتحاد رغم عدم الاعتناء من جانبهم في امور منها التحكيم مثلا؟ لا، مفيش بطء في القرارات. النادي الاهلي منظومه، اي منظومه قويه بيبقى فيها نوع من الهيراركي شويه او نوع، فالناس بتحس ان ده بطء، لكن ده امور طبيعيه، والتحكيم احنا اتكلمنا عليه. لما الاتحاد بيتجاهل الرد على اسئلتكم او جواباتكم؟ لا مفيش تجاهل، لا خالص، ده بيبقى دايما فيه خط مفتوح حتى لو مش معلن يعني. تمام، حتى لو مش معلن. ناصر بشير، بصفتك واحد من اهم رجال الاعمال في مصر، عايزين نعرف امتى الاهلي هتكون شركه الكره الخاصه بيه تقدر تلبي طموحاته وتطلعاته الماديه؟ وعندي سؤال تاني، هل ممكن في يوم من الايام نلاقي الاهلي عنده فريق كره قدم ويد وطايره وسله وتستغنى عن باقي الالعاب في النادي لانها بتطرق ميزانيه النادي؟ لا، احنا بنحاول نمشي بالنادي زي ما هو بكافه الالعاب، لان احنا عارفين كويس قوي ان طبعا عندنا اعضاء كتير مستفيدين من الالعاب دي. فاحنا لحد دلوقتي الامور ماشيه بشكل كويس، بنحاول نرشد النفقات، مش هنقول لا، بنحاول ان احنا نعتمد على قطاعات الناشئين في النادي في كل الالعاب دي، حتى السله والطايره واليد. لكن لا، احنا بنحاول ننمي الموارد ان احنا نكمل بكل حاجه زي ما هي. تحياتي لحضرتك، ده ابو زيد شهاب، يا رب اكون بقول الاسم صح. يعني السؤال الاول، ايه اخبار استاد الاهلي؟ استاذ محمد رد. السؤال الثاني، هل في نيه لشراء حقوق بس مباراه الاهلي في الدوري، التعاقد مع معلقين متميزين؟ تعاقد مع معلقين ليه؟ ما انا موجود. تعاقد مع معلقين طبعا لسه، دي خطوات مؤجله يعني. عماد ابو الحجاج، ممكن يحصل، عايز تجاوب على حاجه في اللي فات؟ لا، انت ما جاوبنا على حته قناه، ويعني واحده واحده هنطور ونشوف الدنيا ازاي. ممكن يحصل صفقه تبادليه بين الاهلي وزد في زيكو والبنوبي مقابل انتقال القندوسي؟ ما عنديش معلومه كرويه. انت عارف وملف الكوره، ملف الكوره انتوا مش موجودين فيه. سؤال الاستاذ محمد ضماطي من علي صلاح، برضه عن موضوع الدولار، خلاص وجاوبنا عليه. طيب، تروح لقر واعترف عشان نختم معاك؟ يلا بينا. جاهز لقر واعترف؟ لقر واعترف مع استاذ محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي.
استاذ محمد ضماط تقر وتعترف ان صراحتك وشجاعتك سببت لك الكثير من المشاكل داخل وخارج النادي الاهلي؟ مشاكل لا الحمد لله، الحمد لله مفيش حاجه يعني. طيب تمام، ما تعتبرش مشاكل يعني. ماشي، تقر وتعترف انك قدمت استقاله من مجلس اداره النادي الاهلي قبل كده؟ اقسم بالله ما حصل. من غير ما تخسر؟ لا والله لا خالص، ما حصلش خالص، ما حصلش. تقر وتعترف ان النادي الاهلي مظلوم اعلاميا وهناك حاله من التربص به؟ احيانا النادي الاهلي لان انت غصبا عنك احيانا بيبقى في قيادات في بعض القنوات المهمه بتميل لتشجيع نادي اخر، فغصبا عنهم بيبقى مش هقول لك مظلوم اعلاميا بس بيبقى في تصدير زياده للمشاكل. بالمناسبه بعيدا عن اقر واعترف، في كلام بيتردد انه احد اللاعبين اللي كانوا في مباراه السوبر ما قالوش لاهلي ولا زمالك انه سمعت الموضوع ده امبارح. مشكله منشطات، هل اتاكدتوا من لعيبتكم؟ النهارده كنت اليوم كله مش ما اعرفش للاسف. ما تعرفش حاجه؟ لا ما لا من هنا ولا من هنا. سمعت قبل ما اجي. طيب تقر وتعترف ان العلاقه بين الاهلي والزمالك مهدده بالتوتر وتجدد الازمات بسبب التصريحات من بعض المسؤولين؟ لا مش هتوصل للقديم بس هيحصل شويه عادي يعني، مش هتوصل بس كلها في الاخر مقدور عليها. لا طالما بص طالما العلاقات الشخصيه فيها احترام يعني كل حاجه. مين اكتر واحد صاحبك في مجلس اداره الزمالك؟ لا عندي هاني بيرزي طبعا، هو واحد من اعلام الصناعه الغذائيه وراجل رئيس المجلس التصدير اللي انا عضو فيه. وكابتن حسين لبيب وبقيه الناس كلها ناس افاضل يعني محترم. بس دول اكتر اتنين اصحاب. مش اصحاب بس يعني علاقتك كويسه كويس جدا بيهم يعني. في تواصل ممكن تتكلموا في التليفونات تعيدوا على بعض؟ طبعا بيحصل يعني. تقر وتعترف ان غالبيه عائلتك زملكاويه؟ لا خالص. لا عندنا زملكاويه في العيله، عندنا زملكاويه في كل حته. بص المشكله بتاعت الاهلي والزمالك دي اللي مولعها السوشيال ميديا. انك انت بيبقى في خناقه بين اتنين ما يعرفوش بعض فبيدوسوا في بعض للاخر، لكن انت لما تبقى اللي قدامك اكيد انت عندك في العيله زملكاويه ممكن تقعدوا تغيظوا بعض وتتخانقوا عند حته معينه هتوقفوا عشان ما تقدرش تخسروا بعض على على كوره، لكن السوشيال ميديا هي اللي بتولع الحته دي للاسف. تقر وتعترف ان محمد ضماطي عنده طموح انه يبقى رئيس النادي الاهلي مستقبلا؟ حاليا لا بس لا يعني حاليا ما اقدرش اقول حاليا لا. تقر وتعترف ان ازمه التعاقدات الاخيره ستجبر النادي على هيكله شامله في جميع قطاعات كره القدم ويمكن بعض الرياضات الاخرى؟ لا مش رياضات اخرى بره القصه دلوقتي، بس اوريدي احنا قلنا ان في اعاده هيكله وكابتن محمد رمضان راجل بفكر جديد وبدم جديد وراجل زي ما قلت الناس كلها يعني متفائله بيه، نديله كل الفرص. حاسك متفائل قوي بمحمد رمضان؟ شخص محترم على فكره، ما اعرفوش بشكل شخصي بدوي يعني، بس هو شخص طبعا انا كنت بحبه كلاعب لان هو في بدايه التسعينات لما كنت لسه يعني الدنيا اول لعب اربع سنين معانا في اول التسعينات كان هو بديل كابتن حسام حسن فكان هو الهداف. لا وكان بيلعب جنب حسام كمان. لا لعب جنب حسام بس اخر سنتين. لا بس اول سنتين هو اللي كان لوحده اللي هم يعني فالناس كلها متفائله بيه. نعم وراجل جد وستريت وحازم وانت محتاج ده دلوقتي. السؤال ده ما يعني مش من خصتك بس هقوله لك. تقر وتعترف ان نتيجه السوبر المحلي ممكن تؤثر على مستقبل الكره مع النادي الاهلي؟ لا ملهاش علاقه. يا جماعه برضو تاني احنا عشان بس نبقى واضحين، وانا عارف ان ده مش فكر جمهور الاهلي يعني، بس انت السنتين اللي فاتوا انت واخد كل حاجه. نعم يعني فما ينفعش انك انت النهارده تقيم من بطولات اللي هي يعني انت ممكن تقيم مدرب على دوري او افريقي اللي هي البطولات الطويله، لكن الماتش يعني انت مثلا ماتش السوبر اللي احنا خسرناه احنا لعبنا وحش وكل حاجه، انت خسرت ضربات جزاء يعني كان ممكن جدا تمشي معاك وتكسب. صحيح. فالتقييم على الـ يعني مثلا ما انت جراديولا خسر الكاس من يونايتد في السنه اللي فاتت ولكن واخد الدوري ومكسر الدنيا، فدايما التقييم الاشمل طبعا بيبقى في اخر الموسم وبيبقى على البطولات الاكبر، مش معناها كده ان البطولات الثانيه مش مهمه طبعا. مهمه ومهمه جدا وبنحزن وبنتقهر كمان لو في حاجه حصلت، بس التقييم بيبقى اكتر على البطولات الطويله. تبطلوا تخسروا تاني. شفت بقى ماتش بضربات جزاء عامل فيكوا ايه؟ اوف. عايز تقول اي حاجه؟ تاني عايزين نقفل على نفسنا، ال 20 يوم دول مهمين جدا جدا جدا، وتاني للكلام ده للمسؤولين وكل من هو منتمي للنادي الاهلي. فكره عايز تطلع تقول خبر حصري ومش عارف ايه عشان الناس تعمل شير ولا عشان تعمل شويه مشاهدات زياده على اليوتيوب، معلش ناجل الكلام ده لان الاهلي لما بيتضر كلنا هنتضر، منظومة كلها هتتضر. نبطل شوية الانفرادات، نبطل شوية الحصري، نبطل شوية الكلام ده كله. انت كده معلش الكلام إليك يا جماعة. لا خالص يعني. لا احنا متفقين كلنا ان احنا عندنا 20 يوم عايزين نقفل على نفسنا فيهم، نأجل كل الخلافات وكل حاجة. بعد 20 يوم ايا كانت النتيجة
كل واحد حر يقول له عايزه، محدش بيحور على حد. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا. ده كان اسبوعنا الاول معاكم اعزائي المشاهدين. برنامجنا هيبقى من الاحد الى الاربعاء او من الحد للاربع، ويمكن فكرنا ان احنا نبقى معاكم اليوم الخميس ده، بس الحقيقه كان هناك يعني مجهود كبير جدا جدا لفريق العمل طوال الايام الاربعه اللي فاتت. يا رب يا رب يا رب نكون قدرنا نقدم حاجه كويسه اللي نقدر نوعدكم بيه ان شاء الله. اللي جاي هيبقى احسن، اللي جاي هيبقى افضل. عايز اشكر كل فريق العمل، عايز اشكر الناس كلها، عايز اشكر هشام جمال جدا واحمد جمال جدا جدا، عايز اشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب وكل الساده الافراد الاعضاء مجلس اداره، واشكر زملائي اللي كانوا يعني منوريني ومشرفيني ولهم الفضل الكبير في اللي حصل خلال الايام القليله الماضيه، مع وعد ان شاء الله بامر الله اذا ربنا ادانا العمر باللقاء يوم الاحد بما هو جديد ومفيد. سلام عليكم.